الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في أمسية ماتعة نلتقي برائد من رواد العمل الخيري والمجتمعي نحسبه على الله ولا نزكيه، الدكتور هاني البنا، في لقاء حيوي وماتع بحول الله تحت عنوان أهمية بناء التحالفات والشراكات في التنمية المجتمعية. الدكتور هاني البنا غني عن التعريف، نسأل الله له التوفيق والسداد في لقاء هذا اليوم، ونترككم مع الدكتور فليتفضل مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا موجود مع إخوة آمنوا بالعمل الإنساني وآمنوا ببناء المجتمع الأريتري داخل أريتريا وخارج أريتريا، وآمنوا بخدمة الإنسان، وأنا اليوم معاهم عشان أتعلم كتير. معانا الأخ سلطان أبو سلمان وأعطانا فايدة مما عنده من خبرته في العمل الإنساني، ولكنه للأسف يعني تركنا وذهب لمكان آخر، والآن نتكلم مع بعض. هو حوار ما هياش محاضرة، عن أهمية الشراكة وأهمية بناء التحالفات. أصبح في العصر اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي مع كثرة المشاكل وقلة الموارد وكثرة المصائب وكثرة النزوح وكثرة اللجوء بعشرات بالملايين، الشراكة أصبحت فرض عين، وبناء التحالفات أصبح فرض عين. لا تستطيع أي جمعية أن تقوم بدور إنساني فاعل ومفاعل وحدها. وأصبح الشراكة اللي احنا بنتكلم عليها زمان في الجلسات وفي المؤتمرات على أنها شيء نتنضل به، أصبحت من المعروف من الدين بالضرورة. ولا نستطيع في الوقت اللي احنا عندنا حوالي 7 مليون نازح داخل سوريا و4 مليون نازح او مليون لاجئ من السوريين خارج سوريا او اكثر، وعندنا في اليمن قرابه ما لا يقل عن 27 مليون يمني يتعرضون لخطر المجاعه في وسط الصدامات الموجوده في اليمن، وعندنا في العراق مشكله الموصل الى اخره، ومشاكل أخرى في غزة، فلسطين، في ميانمار، في كل هذه البلدان. جنوب السودان في مجاعة حاليا أعلن عنها، في الصومال على وشك أن تضربها المجاعة بعد الجفاف الشديد اللي حدث منذ 3 أعوام، وده بيصيب ما لا يقل عن 1.5 مليون ويتأثرون بهذه المجاعة، والعياذ بالله إذا حدثت تأتي الجفاف على شرق على غرب أثيوبيا وكذلك في نيجيريا. فحينما نرى كل هذه المشاكل، مشاكل نتيجة للجفاف والظروف الطبيعية أو مشاكل نتيجة للصراعات المسلحة بين جماعات مختلفة وحكومات مختلفة، فكل يؤدي إلى شيء واحد، نحن لسنا قادرين على أن نقوم بهذه المهمة وحدنا أو ننجح في هذا الدور وحدنا أبدا مهما عظمت الايه الامكانيات. في بعض المؤسسات الامريكيه ميزانيتها 3 مليار دولار او 4 مؤسسه، ومؤسسه ثانيه 1 مليار جنيه استرليني و2 مليار الى اخره، لكن هذه المؤسسات اجتمعت مع بعضها البعض منذ سنين عده لكي تتكامل في وضع رؤيه للتصدي لهذه المشاكل، سواء كان في سويسرا او كان في بريطانيا او كان في اي مكان في اوروبا في امريكا الى اخره. فالغرب سبقنا في هذا الأمر وبدأ يتنازل عن جزء من شخصياته الاعتبارية، ويع من أجل الدور اللي هيقوم بيه مع بعض، ومن أجل أن يضعوا رؤية للتصدي لمثل هذه المشاكل اللي موجودة أغلبها في منطقة المسلمين وأغلبها في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في المنطقة اللي احنا بنتكلم عنها ما بين اليمن لسوريا لفلسطين للعراق الى اخره الى اخره. طبعا مشكلة الصومال واريتريا دي موجودة منذ يعني سنين عدة.
فلذلك الامر ده بالنسبه لنا دلوقتي لابد ان لا نسال هل نعمل شراكه ولا لا. احنا نتحدث عن كيف تعمل الشراكه. في شراكه بين الجمعيات وبعضها وبعض، في شراكه بين الجمعيات والمؤسسات الدوليه، في شراكه بين الجمعيات والحكومات، في شراكه بين كل هيئه حكوميه وجمعيه خيريه، سواء كانت هذه الجمعيات مسلمه ام غير مسلمه. شراكه بين المسلمين بعضهم بعض، وشراكه ما بين المسلمين ومؤسسات اخرى غير مسلمه بغض النظر عن اتجاهاتهم ايه. هنا ده ننظر الى الفكر الفقهي لكل جمعيه قدر ما ننظر على حاجه المستفيد الذي سيستفيد من مثل هذه الشراكه. كنت انا مسيحي، كاثوليكي، مسيحي ارثوذكسي، مسيحي انجليكان، الحاجات دي كلها دي ما تفرقش معاك. انا مسلم سني، مسلم شيعي، مسلم سلفي، مسلم صوفي، مسلم كل ده، لا بالنسبه لي لا يمثل العبء الكبير الذي مثلاً بكل ان نتفق جميعا على خدمه الانسان في كل زمان وفي كل مكان بغض النظر عن لونه او دينه او عرقه او خلفيته السياسيه او خلافاته الثقافيه. الله سبحانه وتعالى لما اتحدث في سوره الماعون وقال فيها رايت الذي كذب بالدين، من هو اللي بيكذب بالدين؟ فذلك الذي دعوا اليتيم اللي بيعامل اليتيم معامله وحشه يعني بيكون بالظبط زي الايه؟ اللي بيكذب بالدين. او الذي لا يحض على طعام مسكين. ربنا سبحانه وتعالى في الناحيتين، لان اليتيم ده مسلم ولان المسكين ده مسلم. ربنا وسعها ازاي الامر؟ انا ممكن اقوم بهذه المهمه مع مؤسسه زي ما كنا نشتغل احنا مثلا في بريطانيا مع الكريستيان ايد، مع كافود. كريستيان ايد هي المؤسسه تبع للكنيسه الانجيليه، او كافود او الى او وورلد فيجن الى اخره. هذا لا يعنيني بشيء. يعني كانت الاغاثه الاسلاميه سنه 90 او 91 كانت اول مؤسسه جمعت اموال او عملت حمله تبرعات. لماذا؟ لايران. يعني لما كان هناك خلاف في بعض المذاهب الفقهيه ما بين مذهب ومذهب، احنا قلنا ما فيش مذهب يفرقنا شيعه ام سني ام اي شيء. الكلام ده كان من 90 يعني من 26 سنه. 26 سنه ونحن نؤطر لمثل هذه الشراكات من اجل الانسان بغض النظر عن الانسان اللي هو موجود. شغلنا في جنوب السودان. لما احنا رحنا لجنوب السودان في 2003 رحب بينا الجنوبيين المسيحيين. اهلا وسهلا، جيتوا متاخرين شويه لكن تفضلوا. اكثر ناس كانوا بيساعدونا هم المسيحيين في واو وفي جوبا وفي ملكال الى اخره الى اخره الى اخره. لم يمنعوا عنا التأييد والدعم في الحكومه في جنوب السودان لما دخلنا في 2003 والمكتب موجود الى الان. فبالتالي انت بتنظر للانسان اللي في جنوب السودان كما بتنظر للمراه اللي في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه اللي فيها اعلى معدل اغتصاب للنساء والاطفال والبنات في العالم. في داخلها 5 مليون نازح، ودي الكونغو الديمقراطيه بلد من البلدان حق علينا كمسلمين او كبشر ان نساعد المراه والطفل وكل الناس بغض النظر عن الدين بتاعهم. دي بحبوحه انسانيه العمل الانساني المنبثق من تعاليم الشريعه الاسلاميه. فده يعني تعملوا الطعام على حبه. مين؟ مسكين. ايوه قول كده. مسكينا. خلاص مفيش مسكين مسلم. ويتيما ومين تاني؟ واسيرا. مين الاسير بقى؟ مين الاسير؟ اللي هو العدو. وعلى حبه، يعني انت مش بتطعم الطعام للاسير لانك موظف، لا، لانك بتحب اطعام الطعام للاسير اللي كان هيقتلك امبارح. من غير نعم ليس على دينك. فاحنا جينا بالنسبه للفقه المجتمعي للدين الاسلامي وكشكشناه، قزمناه، صغرناه. ربنا بيفتح الابواب واحنا بفقهنا المعوج بنغلقها. ربنا بيوسع الامور واحنا بنضيقها. فلذلك لما نيجي ننظر للشراكه وبناء التحالفات، ما في تستطيع جمعيه حاليا تعيش في هذا المجتمع دون بناء تحالفات. يعني عايزين ننتصر لقضيه ما، عايزين ننتصر للجفاف،
والتصحر او اللي هو التغير المناخي، لابد نتحالف كلنا ونعمل ستيتمنت مع بعض كلنا علشان نضغط على الحكومات. لابد نعمل ورش عمل مع بعض، كونك انت تعرف المشكله قبلي انا جيد، لكن لن تستطيع ان تتصدى لها وحدك مهما عظمت امكانياتك. فلابد تنتظر لما تقنع المؤسسه الف وب وجيم ودال وح، وقد تتاخر الامور ها، لكن في التاخر ده بيكون في قوه لدفع عجله التغيير ودفع عجله اللي هو محاربه الفساد ومحاربه التصحر ومحاربه الجفاف ومحاربه كل هذه الاشياء. وحدك ستستطيع ان تجري سريعا لكن لا تستطيع ان تنجز كثيرا. وده الاصل في الموضوع، كلنا لابد ان ننسى قضايانا العرقيه من اجل القضايا الانسانيه اللي تجمعنا جميعا. في العام الماضي كان في مؤتمر لاول مره الامم المتحده عملته اسمه مؤتمر القمه الانساني، كان في اسطنبول. كان سعادتنا في هذا المؤتمر ان احنا لما شاركنا فيه ها يعني ارسلنا رسائل كتير جدا للجامعات الاسلاميه من بلدان مختلفه، والحمد لله كان تمثيلهم عالي جدا من منطقه عربيه ومنطقه اسلاميه، كان تمثيلهم ملحوظ في وجود في مثل هذه المؤتمرات. فلابد ان نجد لنا لانفسنا مكان داخل مثل هذه المؤتمرات الدوليه لكي نعرف قضايانا ولكي تسمع ارائنا ولكي نتشاور مع الاخرين ونبني التحالفات ونبني الشراكات بيننا وبينهم. واحد يجي يقول مثلا انا عايز دلوقتي انا اريتري مثلا وشغال بقالي 5 سنين، وليه الناس دول ما بيجوش يشتغلوا معايا؟ لان ما حدش يعرفك. لابد ان تعرف بنفسك عشان تبني الشراكات والتحالفات. انا حاطط ايدي في ايد مين دلوقتي؟ لازم اكون عارف ان انا حاطط ايدي في ايده. والوقت اللي احنا بنتكلم فيه اللي بنحارب فيه التطرف، حارب فيه الرجعيه، حارب فيه الارهاب، حارب فيه الانعزاليه الى اخره الى اخره، والافكار المعوجه دي كلها. فقبل ان اضع يدي في يدك كحليف او شريك لابد ان اعرف من انت. يعني من الاشياء الجميله اللي حصلت في سنه 1998 99 في ان الكاثوليك هم اللي قلنا المكتب كافول ما اسمها كاثوليك ايد فور اوفرسيز ديفلوبمنت. فبالك فكفت لما قلت لها المكتب شعروا علينا قبل مين، ولما عرفوا ان احنا ما عندناش علامه استفهام قالوا احنا عايزين نشتغل مع بعض احنا كمسلمين وهم كايه كمسيحيين، نتفق اين نشتغل، هل نشتغل في السودان، هل نشتغل في باكستان، هل نشتغل في افريقيا كذا 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 كذا. فقعدت المناقشات لبناء الشراكه وبناء التحالفات دي يمكن 2 سنين معاهم عشان نعمل مذكره اتفاق. وبرضك حتى مراحل ومعايير بناء الشراكه ما بين جمعيه واخرى ما بتمشيش من عشان موضوعها كده. انت رحت صورت صوره مع واحد والواحد قال لك خلاص انا وانت شركاء، ماشي. حتى في التجاره قبل ما تحط فلوسك مع فلوس التاجر التاني تكون عارفه، عارف اخلاقياته، عارف سيرته الذاتيه، عارف فعالياته، عارف اللي هو الايه راس ماله، عارف انتشاره الى اخره الى اخره الى اخره. وبعد ما بتعرف كل هذه الاشياء بتبدا ايه تحط مالك الخاص بتاعك معاه في استثمار مشترك. فاحنا بنحاول ننجز او يعني في الكلام او ان نقعد نطيل في الكلام ان الشراكه وبناء التحالفات اصبحت فرض عين ولا تغتروا بتضخم ميزانيات الجمعيات. يقول لك انا بجمع دلوقتي يعني في حاجات يعني يعني المبكي المضحك. احنا بنجمع 15 مليون طب وايه يعني؟ احنا بنجمع 20 مليون طب وايه يعني؟ المشكله بتاعتك انت عايزه مليار، عايزه مليار. فانت وال 15 مليون بتوعك يعني هتكونوا جزء ها؟ فلا تنتفخ اوداجك بما تجمع من مال الفقير وتتصدق به على الفقير. بمعنى ايه؟ ساعات لما بتنتفخ تورم حساباتنا بنستعلي كده نزهق بعض نفسنا. ايه ها دي؟ ها دي ما تقولها في السينما، تقولها في فيلم، تقولها كذا، لكن ما تجيش لان مال مال مين؟ ها؟ واللي بيعينك ويأكلك من ماله هو مين؟ ها؟ واللي بيديك المرتب هو مين؟ وصاحب المؤسسه هو مين؟ خلاص انا بس لذلك ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ رايت الذي كذب الدين فمن هو؟ الذي يدع اليتيم
يعامل اليتيم انه يعتبر طفل بريء او طفله بريئه وتعتبر يعني اولي vulnerable يعني بالانجليزي اللي هي يعني ضعيفه في المجتمع او ضعيف في المجتمع، وانت بس تبص كده على شكله النظره دي نفسها كالذي يكذب الدين. تتعديه النظره بازدراء واحتقار لهذا اليتيم او هذه الطفله كالذي يكذب الدين. الاثنين كفه ميزان، في كفه انت لو تؤمن بيوم القيامه ليه؟ لانك بتزدري اليتيم، تعامله معامله غير جيده، واليتيم ده هو من امواله بتاخد انت مرتبك الشهري اللي انت بتشتري بيه العربيه، بتدفع فيه الايجار بتاعك ومصاريف لاولادك واكلك وشربك ونومك الى اخره. شفت عدم انسجام الفكر عند عمال الاغاثه او عمال المجتمع يستعلي على من يملك المال، ولكن من يملك المال في هذه اللحظه هو ضعيف. ارمله واليتيم والمسكين والمريض والشيخ الى اخره الى اخره. فلذلك نرجع يعني عشان نترك المجال للاسئله، نرجع نقول ان الشراكه دلوقتي وبناء التحالفات اصبحت من المعلوم من الدين بالضروره. يعني في بعض الاشياء انا بقول زي ايه؟ زي تكبيره الاحرام. تنفع تصلي من غير تكبير الاحرام؟ لا. تنفع تصلي من غير ما تقرا سوره الفاتحه؟ هي تكبيره الاحرام او الفاتحه دون تشبيه. ليه؟ لان اصبحت الحاجه شديده، الامكانيات قليله، الاعداد هائله. احنا فاكرين لما جمعنا مليون حلينا القضيه الاريتريه او حلينا القضيه السوريه، القضيه السوريه عايزه 340 مليار مش مليون بس. ها؟ الى اخره يعني. فلذلك اختم واقول انها اصبحت فرضيه عمل. فرض مفروض العمل المجتمعي والعمل الانساني هو بناء التحالفات وبناء الشراكه. جزاكم الله خير دكتور وبارك الله في علمكم وفيما قلتم. الان نفتح باب المجال للاسئله لمن اراد ان يسال فليتفضل. في اي مجال تفكر عليه. جزاك الله خير دكتور عمر فيها. سؤال طيب، هل في الواقع في نموذج من التحالفات بين الجمعيات المخيميه؟ طبعا بالنسبه للغرب هم بدأوا التنسيقيات دي والتحالفات منذ ما لا يقل بعد حرب العالمية الثانية يعني. يعني الحرب العالمية يعني مثلا نشأة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت بعد الحرب في سويسرا، بس أنا مش فاكر اسم الحرب إمتى، في النص الثاني من القرن الـ 19 1800 حاجة و 60 أو حاجة زي كده. وأسست بعد كده اللي هي اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي بعد كده عملت الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كل الدول في العالم. فده اللي بدا يحدث في المسيره زي تعلمه من الحرب الاولى. بعد ما الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه تطور العمل مره اخرى، اصبح العمل وطني. هذا زي مؤسسات اوكسفام وسيف ذا تشيلدرن اللي طلعوا هناك والورد فيجن الى اخره الى اخره، هتلاقي عندها 90 سنه 80 سنه الى اخره. وشعروا ايضا ان هناك الحاجه اخطر، فعملوا في بريطانيا حاجه اسمها، في ثلاث حاجات دلوقتي موجوده في بريطانيا اسمها، واحده اسمها دي اي سي. دي سي دي 14 مؤسسه بقى لها حوالي حاجه و50 سنه. هي بتنسق في الكوارث الدوليه الكبرى. يعني اتفق ال 14 جمعيه دول على انهم لو بتحصل كارثه عالميه، فيضان، جفاف، حروب الى اخره، يعملوا نداء بالاشتراك مع البي بي سي ومع الاي تي في. ففي السونامي جمعوا في اقل من اسبوعين جمعوا 400 مليون جنيه استرليني. اتوزع بنسب معينه على ال 14 جمعيه الشريكه. فدي حاجه بقى لها ايه؟ حوالي يعني حاجه و50 سنه. احنا بالنسبه لنا المثل اللي عندنا كمسلمين عملنا حاجه اسمها مسلم تشايلدز فورم اللي هي الايه؟ المنتدى الخيري الاسلامي. اللي اصبح فيه 17 جمعيه خيريه اسلاميه في بريطانيا، عملناها على مستوى بريطانيا فقط. اللي هو في الاوكس في استغفر الله الناس اللي في الاغاثه الاسلاميه، في هيمن ابيل، في مسلم ايد، في مسلم هاند، في وورلد فيدريشن ودي مؤسسه شيعيه، في اعوذ بالله مش في امداد فاونديشن، في الخير فاونديشن،
كل هؤلاء اجتمعوا على انه يقعدوا يرتبوا بينهم وبين بعض. كان لسه عاملين عشاء اعلان عنه من اسبوعين وحضروا قرابه 300 شخص من عيلة القوم. فده مسيره احنا كمسلمين بداناها تقريبا من 10 سنين عشان نقنع اربع او خمس جمعيات تقعد مع بعض وتبتدي تنسق منها بعضها. كانت صعب التنازل على الانانه النفس، هو نفس انه مس ايه سواها. النفس دي اصعب حاجه انك تتنازل عن جزء من حيثيات نفسك. ها فالحمد لله في العام العاشر للمنتدى الخيري الاسلامي اللي اتعمل في بريطانيا اصبح فيه 17 جمعيه بعد ما كانوا اربع او خمس جمعيات من سنتين او من ثلاث سنين. فاصبح في حاجه مريحه جدا كيف نشوف هنواجه مشكله الجفاف في الصومال والحرب في جنوب السودان والجفاف في اثيوبيا والجفاف في نيجيريا. احنا ك 14 او 17 جمعيه نختلف على لما يكون جمعيه واحده او جمعيتين. كيف احنا لو في قانون خاطئ ها هنبتدي نقدم ورقه باسم ال 17 جمعيه للحكومه او المجتمع الدولي. طبعا عند المسلمين في بدات في دلوقتي حاليا في منظمه التعاون الاسلامي في لجنه انسانيه فيها يمكن 18 او 20 جمعيه بدات تتكون. اتكونت حوالي من اربع سنين او من خمس سنين. في مصر كذلك في المجلس العالمي للدعوه والاغاثه برئاسه فضيله الامام الاكبر شيخ جمال الازهر دي معموله من يمكن بقى لها 20 سنه ومقرها القاهره. ففي كذا تنسيقيه بدات تحصل عشان تبني الشراكات. في بعض الشراكات في بعض الاعمال مثلا ما بين الاغاثه ما بين قطر الخيريه ما بين عيد ما بين اي اتش اتش الى اخره في بعض الاماكن في سوريا وفي بعض الاماكن في الصومال كلهم بيكملوا بعضهم. يعني بدات المسيره بين المسلمين تبدا في خلال ال 15 20 سنه الماضيه. ليس بقوه المسيره المؤسسات الغربيه في غرب تضخم امكانياتها ولكن بدا المؤسسات الاسلاميه تنضج وتستطيع ان ترى ان في الشراكه حل لازمات كثيره. جزاكم الله خير دكتور. كان في سؤال؟ تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نشكر الدكتور على هذا الحديث الطيب والخبره المباركه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به وان يبارك في جهوده وفي جهود اللقاء القائمين على العمل الخير بصفه عامه. اسال لو كرم الدكتور كيف نجمع بين قول الاقربون اولى بالمعروف وبين انه هذا العطاء او الاغاثه تكون عالميه او تكون لكل البشر او تكون لكل الناس وخاصه انه ارتبطت الاغاثات بالايديولوجيات في الفترات الماضيه. يعني كيف نقدر هو الاقربون او المعروف دي قد تكون في الزكاه. يعني في بعض اراء الزكاه انك بتوزعها في الحي بتاعك. لو الحي مش محتاجها بتبتدي تخرج للايه؟ خارج الى اخره. وده بدات الموضوع ده في قضيه افغانستان. قضيه افغانستان طلعت لاول مره فتوى باخراج الاضاحي من دولنا الى الخارج. ودي كان اعتقد في احد الفتاوي اللي افتى بها الشيخ بن باز رحمه الله عليه واجازها مشايخ تبني. فبدات الاضاحي اللي احنا بنعملها والناس بتحتاجها لانك يعني اللي عنده اللي مسلم ويقدر يعمل اضحيه لاولاده في مكانه وضحيه ثانيه بيعملها. كنا بنطلع بالاف او عشرات الالاف من الاضاحي في الخارج. في الكوارث الامر بيختلف. في الكوارث الامر بيختلف لان دلوقتي اصبح العالم ممتد داخليا وكانه عايش في غرفه نوم مع بعض. مش بس في قريه، لا صغر العالم الى ان اصبح غرفه من غرف النوم، غرفه زي ما احنا قاعدين كده. انت وانت قاعد هنا هتشوف اللي بيحصل في امريكا ولا في خبر او في اليابان او لا او في كندا ولا او في مصر او في اريتريا او في الصومال او هتشوفها. فبالتالي اصبح مع قوه او سرعه التواصل ما بين المجتمعات دلوقتي بين الافراد اصبحت حاجه الفرد اللي خارج بتكون شدتها اكتر من حاجه من هو حولك. ان انت تطول من حولك بمنتهى السهوله لكن لا تستطيع ان تطول من هم بعيدين عنك. فبالتالي انت ممكن تقسم مالك الى جزئين. جزء للاقربون اولى بالمعروف وتحدده انت سواء كان ده في الصدقات او في الزكوات، والجزء الاخر للكوارث والمجاعات اللي احنا شايفينها. يعني بتتكلم انت عن مثلا قضيه زي قضيه سوريا في السنه السادسه دلوقتي، دا
داخل سوريا في 7 مليون نازح في عز الترك اللي احنا شايفينه والبرد وشدة الخوف والرعب اللي هم من الحروب والإسقاط البراميل إلى آخره إلى آخره والحرب على الإرهاب. فبالتالي حاجتهم هتبص لها وهتديها أولوية في التقدير لها. وكذلك حاجة الناس في اليمن 27 مليون من قبل المواجهات الأخيرة دي في الـ3 سنوات اللي فاتت كان أصلا اليمن على مشارف شبه نقص حاد في المواد الغذائية. ناهيك عن المواد الطبية، بتتكلم عن 27 مليون، بتتكلم عن مليون أو اثنين أو ثلاثة أو حالة اللاجئين اللي موجودين في شرق السودان، الأريتريين، جزء منهم قضية منسية، لما أنت تحيي مثل هذه القضية، فما بين حاجتك في الحي بتاعك اللي ده متطول هؤلاء الناس، والحاجة الملحة البعيدة بتوازن أنت، بتوازن أنت ما بين كيف تنفق هنا وكيف تنفق هناك. خاصة أن أصبح إيصال المساعدات العينية والمساعدات المادية مثل هذه الأماكن ليس بالصعوبة كما كان من قبل. زمان كنا نسمع عن كوارث بعد ما تحصل بست أشهر، ياي ده حصل فيضان مش عارف، يعني مثلا في الخمسينات والستينات والسبعينات تلاقي ياي يبتدي يكتشف المصيبة حصلت بعدها بعدين بشهر أو اثنين أو ثلاثة أشهر لما تلاقي الجرايد تنقل من هنا من هنا. لكن دلوقتي أنت في نفس اليوم وفي نفس الساعة، وأصبح أنت هنا بقى اللي هنتكلم عنه ايه، ان الفقه لابد ان تتجدد مساراته، ما يكونش الفقيه قاعد متجمد بشيء حصل الفتوى حصلت من 20 سنة من 50 سنة من مسألة جيدة لنفس المكان ونفس الزمان ونفس الثقافة من كام من 100 سنة. المجتمع اتغير والثقافة اتغيرت والكوارث اتغيرت، فلابد تستصلح تستصدر فتوى اخرى تجيز مساعدة مثل هؤلاء الناس. تفضل. عندي صوتك بس عشان المذيع زعلان شوي. أهلاً بارك الله فيك دكتور، شاكرين لك على مسيرتنا الربيع. عندي تقريبا سؤال تقدر تقول سؤالين. الآن في بعض مجتمعنا الآن البسيط، نتكلم عن المجتمع الإريتري. مجتمع الإريتري نعم. في بعض المجموعات تبغى مثلا تبغى تقدم. أنا الآن بداية الكلام قلت إنه الآن صار فرض عين. الشراكة. الشراكة. الشراكة والتحالفات نعم. تمام. فرض عين. النقطة الأولى اللي بذكرها إنه صارت في بعض المجموعات يكون ممكن أفرادهم ممكن 3 4 حابين إنهم يقدموا شيء. كويس. الإشكالية ممكن يكونوا بدأوا واشتغلوا لكن يكون في تخبط. كويس. لأنه مثلا الخطوات بحيث قلة الخبرة، قلة المعرفة، كيف البداية، قد يكونوا باجتهاد منهم يبدأوا يكون يعني عملوا عمل بسيط تمام، لكن تجد إنه بسبب يعني قلة الخبرة وده ما بيستمر. نعم. أو بيكون في نوع من الارتباك أو تلاقي حتى في استفهام طب كيف هنعمل أو كيف. فأتمنى النقطة الأولى إنك تقول لنا الخطوات لأي مثلاً عمل مجتمعي مصغر، إيش أهم الخطوات اللي يبنوا عليها أو يمشوا عليها حتى يكون العمل فعال ويكون ذو فائدة أكبر ويكون مستمر أكثر. هذا السؤال الثاني. ناخذ السؤال ده الأبدى؟ ها؟ نرد على السؤال ده أول ما أنت تقول السؤال. طيب. السؤال معناه ايه؟ ان احنا بنعمل كمبتدئين في العمل الانساني على مستوى مثلا القضية الأريترية او اي قضية من القضايا بنتخبط في العمل. ايوه انا عايز نحط مراحل بناء مثل هذه الجمعيات يعني مرحلة مرحلة. اولا ليس عيبا ان الانسان يخطئ. كلنا بنخطئ، لكن علينا ان احنا نرجع نشوف اساسيات العمل ده شكله. ما نبتدي نبتدي في عمل اي عمل لابد ان نبدا بعمل بسيط، عشان لو اخطانا في عمل بسيط هيكون خطانا صغير، ولابد الا نوعد الناس بماذا نستطيع ان نقدمه. والله انا اول واحد هروح المدينه دي وانا ما عنديش امكانيات، لا عندي مكتب ولا عندي وسائل ولا عندي نواحي ماديه ولا عندي نواحي اعلاميه ولا عندي شركاء، فانا بكذب. أنا إيه بكذب؟ يعني في بعض الناس
بيستفيدوا من بعض الأعمال الإنسانية لأشياء شخصية سواء كانوا مسلمين أو غيرهم. فالأصل نبدأ بشيء بسيط. الأصل الثاني إن احنا نستشير من حولنا ومن سبقونا. بحياتك يعني احنا لما بدأنا في الإغاثة الإسلامية من 33 سنة ما كانش عندنا أي شيء. لا مكتب ولا طاولة ولا تليفون ولا أي شيء. فبدأت الأمر لكرة التلج تبدأ بالبذرة الصغيرة دي كلها. كل يوم بتتعلم. وياما شتمونا في المساجد. ياما طردونا من المساجد. عشان كنا احنا بالنسبة لهم مستهجنين. فلذلك اوعى تبدأ كبير. اوعى تعد الناس. حذاري ان تعد الناس بما تستطيع ان تقدمه. وحذاري ان تتصدى الاعلام وانت لسه لا تعرف كيف تكتب اللي هو ايه المشروع. الامر الاخير مش احد الامور المهمه في احد الشباب هنا محاسب وسطنا. اهم شيء يبني المؤسسه هو التقارير الماليه. عدم التسيب من الاول في صرف الاموال. عدم ده لازم من اول يوم تكون انت عامل. فالرؤيه تكون واضحه انا هشتغل فين وفي ان شاء الله يكون مشروع واحد فقط. بقولش انا هعمل 50 مشروع او كده بكذب. بقولش انا هشتغل في 50 بلد وانا كل ميزانيتي ما تساويش نص مليون دولار او كده انا كذاب. فبيفقد المصداقيه بتاعته في الشارع. فالتدرج في العمل الاستشاره ما خاب من استشار او من استخار الاخرين اللي سبقونا في الموضوع. سؤال الحكومات ايه النقص اللي عندكم عشان نجيبه؟ لابد تتخذ الحكومه المحليه شريكه. يعني انت في حاجات هم عارفينها وانا مش عارفها. الحكومه مش عدوي. انت في المجتمع الصغير بنشوف الاسره يعني صعب. خدت بالك؟ فكل عمليات الاستشاره دي مهمه جدا 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 لتقليل الخطأ. ولا والنصيحه المهمه جدا 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 لا تقوم بما لا لا, لا لا تعلن او تعد بما لا تستطيع ان تقوم به. مش مهم انا هشتغل السنه دي ب 50 السنه الجايه ب 100 السنه الجايه بعدين ب 1000 الى اخره. بس اتدرج في البلاد. ولابد ان انا ببني الجمعيه من الداخل. لابد وانا بجمع التبرعات اسهل حاجه بنعملها جمع التبرعات. اقعد اعيط في المسجد اقول خطبه كده وحمس الناس بعض الاحاديث بعض الايات بعض القصص اللي من المجتمع الى اخره والكذا الايتام الارامل المغتصبات اللي كانت الناس تعيط في الجامعه وتجيب فلوس. لكن اصعب شيء كيف تنفق المال. واللي اصعب منه كيف تاتي بالتقرير اللي انت وعدت الناس به. واللي اصعب واصعب 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 كيف تقيس تاثير اثر المال الذي انفقته في مدينه ما او في قريه ما على الشخص اللي في المدينه نفسها. يبقى انت ما تفرحش بان جالك فلوس لانها فلوس دي بالعاطفه. لكن لابد تحسب ان الفلوس دي وراها تقارير وراها محاسبات وراها مرجعيات وراها قياس الاثر اللي بتتحسن بمجتمعاتنا انت بتشتغل فيها. فلذلك التدرج مهم جدا جدا. احنا لغايه سنه 88 89 ست سنين كان ميزانيه الاغاثه لا تتعدى ربع مليون او 300,000. بعد كده ربنا فتح في التسعينات وبعدين بعد كده فتح في 2000 اللي بعد كده لا اصبحت انت يعني بص المؤسسه دلوقتي عندها 200 300 500 مليون. هي بدات من الصفر بس خدت 30 سنه وانت عايز كل حاجه يلا مش كده؟ صح؟ كده برضه؟ السؤال الثاني بقى هو السؤال الثاني انه اغلب المجموعات مثلا اذا فكروا انه مثلا يكون يدهم بيد ايوه يد باب مثلا او يعمل عمل ضخم تمام؟ اكثر شيء اشوفه انه دائما ما يكون في اتفاق او مثلا يكون هذا يقول لك يكون مثلا دائما تحس انه الشخص مثلا عنده فكر لا احنا نكون هنا وهنا دائما يكون في اختلاف يكون في مو الخلاف اللي هو مثلا اختلاف الافكار في التوجه اختلاف الافكار اختلاف التوجه اختلاف القيادات في الحاجات دي كلها فما يصير في اتفاق مثلا
أو يصير مثلاً نوع من البرود التكاسل مثل خلاص إذا هو مثلاً بيفكر خليه هو بيكون كل شيء يكون في العمل ما يكون بمضمون العمل الجماعي فيكون أغلبه يعني ممكن يقول لك خلاص صاحب الفكرة مثلاً يكون هو يكون كعمل فردي ما حيكون كعمل جماعي فالمعاناة في إنه عدم توافق الأفكار عدم يعني الاجتماع على العمل بشكل جدي هو إذا أردت أن تجمع الناس على رأي فقهي واحد فستفرقهم. دي قاعدة، قاعدة فقهية أو شرعية أنتم عارفين أكثر مني عن الفقه. فأنت بالتالي بتعمل شيء بسيط يجتمع عليه الآخرين. ها؟ وفي عمل التنسيق والشراكة ألا تلغي شخصية كل جمعية معاك. كل جمعية لها شخصية اعتبارية. احنا كلنا هنتنازل عن 10% من شخصيتنا الاعتباريه ونحط مع بعض اللي هو ايه الشعارات بتاعتنا على الصندوق الغذاء او على مشروع الاضاحي بس هو هياخد مدينه انا هاخد مدينه انت هتاخد مدينه وهكذا وتبتدي بحاجه بسيطه بسيطه عشان عمليه ونفس وما سواها فالهمها فجراها وتقواها عشان عمليه النفس دي والنفسنا ما تجيش فلابد لما نبدا مشروع ما نبداش حاجه كبيره نبدا بشيء بسيط نجح نكبر نجح نكبر يبقى التدرج في بناء الشراكات مهم جدا التدرج في عمل مشروع بسيط ملموس لابد ان اللي بيدير ما انت مش لاقي جمعيه في 12 او 13 منتمين لكل جمعيه للجمعيات والرئيس ملوش دعوه باي جمعيه عشان الرئيس لما يجي ياخد قرار لا يحسبوه على الجمعيه دي الف ولا الجمعيه باء ولا الجمعيه جيم ولا الجمعيه ح الى اخره فلذلك في التنسيق ده لابد من معايير التنسيق ان تنسب المنسق من عامه الناس ما يكونش المنسق من احد الجمعيات دي مشكله بتحصل عندنا اصل الشيخ ده والاخ فلان فلان رئيس الجمعيه دي هو احسن واحد فينا فتحطه وبعض الناس يتصيدون الخطا واخد بالك واوعى تبدا بمشروع كبير ابدا ان شاء الله باي مشروع صغير وسهل عشان ننجز فيه وتكون اثر واضح فتشجع الناس على ان يخشوا بعد كده وليكن مثلا مشروع ب 100000 ريال او 100000 جنيه وخمس جمعيات او 10 جمعيات كل جمعيه ده عارف ايه 10 او 20000 جنيه غير لما تخش بمشروع بمليون واثنين وخمسه وعشره خدت بالك هتوصل للكبير ده بعدين لما كل جمعيه تثق في الثانيه وبالرغم من ان كل هذه الجمعيات كلها توجه اسلامي جيد الا ان عنصر الثقه مهم جدا جدا عشان معانا سلمت عليك كده تعشينا مع بعض وكلمنا انت قلت لي ايه انا قلت لك حديث انت قلت لي حدوته انا قلت لك قصه وهكذا يبقى احنا لا الثقه شيء ثاني مختص الثقه بيجي بالتعامل والبناء اللي ياخد سنين زي ما قلت لك لما جيت مع كافو الكاثوليكية قعدنا يمكن سنتين او ثلاث سنين عشان نكتب الايه؟ مذكرة التفاهم بيننا وبعض ودلوقتي اصبحت الشراكة قوية جدا واصبحوا يدافعوا عننا احنا في المجالس الخاصة بتاعتهم في عدم وجودنا لانهم كسبوا الثقة دي من التعامل معنا بعد سنين الحكومات بتكسب الثقة بعد سنين فبتدافع عنا مش مجرد رحت تصورت مع وزير او رئيس وزراء او رئيس جمهورية او امير او ملك يبقى خلاص الحكومه وراك لا في ناس بيقعدوا يكتبوا عنك تقارير واخد بالك وبيشوفوا تصرفاتك وبيشوفوا ردود افعالك واخد بالك وبيحاسبوا بيحللوا اعمالك وبعدين بيكتبوا تقارير ايه احنا نثق في هذه الجمعيه اللي بتاخد سنين طب احنا بناء على هذا الدكتور نسال سؤال ايش ابرز الخطوات العمليه اللي مرت كنموذج مع كافد يعني مثلا في البدايه ايش كان مثلا لقاء تعارف بالانشطه بعد كده السكوب لما نتحدد العمل بعدين ايش الادوار والمسؤوليات والصلاحيات يعني ما خطوات عمليه بحيث انه هو اول خطوه انهم اتعرفوا علينا في لقاء عام كان رئيس الجمعيه بيتكلم في كده انا راح دخلت البانيا في سنه 92 قلت لك تعال في اللقاء ده قلت له لا انا دخلت على جوسلا 91 كنت في البانيا في ديسمبر 91 ماشي خد بالك فقلت خلاص قبل ما يجي يقعد معانا سال عننا
وسأل عننا رئيس المركز الإسلامي الله يرحمه الدكتور زكي بدر من الشخصيات الإعلام اللي موجودة ببريطانيا، قال لي أروح أشتغل معه يعني قبل ما يجي سأل عندي المعلومة. فلما سأل قال كلمة واحدة، قال أنا عايز أوري الناس إن إحنا الاثنين عايزين نشتغل مع بعض، أوري مجتمع الكاثوليكي وأنت أوري مجتمعكم المصري، وأنا ما عندناش مشكلة عشان نقعد بقى. مش أنت بيقول لك في كلمة كده باللغة الإنجليزية الشيطان في التفاصيل؟ نعم ديفلز إن ذا وات؟ ذا ديتيلز ذا دي دي يس. كم إنجليزي؟ شوية يعني. طيب خلاص فرنساوي فرنساوي؟ طب اديني بقى فرنساوي عشان جسمي. فالمهم فبعد اللقاء اللي هو الحلو ده والصوره والحاجات دي كلها، لما قعدوا الشباب يتكلموا مع بعض على التفاصيل خلال سنتين. طب احنا ليه مش عايزين نشتغل مع بعض في السودان؟ لان السودان في حرب ما بين مسلمين ومسيحيين، فطلع السودان بره. جت احداث سبتمبر والحرب على افغانستان واحد في 2001، قال احنا عايزين نديك فلوس ايه عشان لانه كان دنيا تلج والناس هناك ما فيش اي مساعدات بتطلع في الجبال عشان التلج، فادونا مبلغ كبير لايه؟ لافغانستان. طب بس ده بعد ايه؟ بعد مشاورات سنتين. اول برنامج لاول برنامج بس بعد ايه؟ ما قعدنا وكلمنا ورحنا ورجعنا وكذا 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 وكذا، مبلغ ايه 300,000 دولار ماهيش مشكله. بس جه في ايه؟ في حته في منطقه الخطوره اللي هي افغانستان. طب لما حسوا ان احنا لنا مصداقيه وهم ما عندهمش مكتب في المنطقه، وقال خلاص روح انت اشتغل معاهم وهكذا. وبدات بعد كده السلسله ايه؟ تمشي خطوه 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 خطوه. في ساعه حرب ساعه 2001 اللي هو احداث سبتمبر، كان في جلسات خاصه بيتكلموا هم فيها عننا احنا. ده احنا عارفينهم ده بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا. الثقه بدات ايه؟ بس خد كام؟ خد سنتين. يعني افهم من كلامك دكتور في البدايه تعارف بعدين مشاورات عشان تحديد نطاق العمل. ايوه واتفاق. الاتفاق. نعم. بحيث انه فين المناطق اللي ممكن نعمل فيها مع بعض؟ يعني كانه المحظورات. ايوه. نبتعد عنها. لذلك لما كنا اخوانا بنتكلم عن اللي هو التنسيق والشراكه دي، ابدا بشيء بسيط خالص لا يختلف عليه احد. خد بالك؟ ويكون ليه عائد سريع. وتأثير ملموس، فالناس كده تبقى ايه؟ متحمسة انها تكمل بعد كده. لكن هتبدأ بحاجة كبيرة كده مكلكعة إلى آخره، هتبقى تدخل نفسك في مشاكل كتير. يعني يقول الخطوة الثالثة تحديد المشتركات. أيوه، البسيطة المرئية السريعة التنفيذ والملموسة في الأصل. جميل. طب فين مكان الدكتور الاستثمار المشترك؟ لانه لو في كل مره انت تدفع من اللي معاك ويدفع من اللي معاك، مهما يكون الميزانيات محدوده، الموارد محدوده. فيمكن يكون في نوع من الاستثمار المشترك. يعني استثمار؟ فلوس، بحيث انه انتم الاعمال الخيريه منها من فين حيكون؟ هو العمل الخيري في الغرب غير العمل الخيري في الشرق. طيب. كلمه الاستثمار دي مش موجوده هناك. مش موجوده. موجوده عند حضرتك. طيب من العملية يعني بسم الله ما شاء الله، حسن على علي على محمود على حسنية بيعملوا صلاة. يا سلام. وبالك وبالك. فلذلك انت حكيت الاستثمار دي تيجي الميزانيات عندهم اللي هي الميزانيات ايه؟ اما الحكومة بتدي فلوس، واما مؤسسات مانحة بتدي زي الأمم المتحدة وخلافها، واما كبار رجال أعمال بيدوا، واما الحملات اللي هي الشعبية. جميل. فبيخش في الحملات الشعبية دي. الحملات الشعبية فيها جزء مخصص وجزء غير مخصص. في جزء مخصص للكارثة، بيقول لك والله أنا هخش من هاخد من الكارثة دي مثلا 10%. وأنت تحط اللي عندك، أنت ممكن تقول له والله أنا عندي مكتب هنا في المنطقة دي، أنت ما عندكش مكتب. أنا إمكانياتي مش مادية كاش يعني. أنا إمكانياتي إن أنا هعمل لك اللوجيستيك بتاع الموضوع والمتابعة إلى آخره، وده يعتبر إيه؟ مع جيل ابني بعض الآبار والخزانات، المجتمع المحلي نفسه أجبرناه لأنه يعطي. ان شاء الله يعطي قد كده. فاللي جمع بالروبيه واللي جمع بالدينار السوداني اي حاجه، بس يحس انهم ايه؟ بيدفعوا انهم مشاركين. ان شاء الله يكون مشاركه دي 5% او 3%. واللي قال لك انا هعمل السباكه، واللي قال لك انا هعمل اللي ايه؟ اللي هو كسر الحجاره الى اخره. فالمجتمع اصبح يؤدي يقدم ما لا يقل عن 15 ل 20% من تكلفه المشروع في العماله
وفي تبرعات للتجمع عشان يشعر المجتمع بيملك مثل هذا المشروع. فانت بتتفق معاه على كل واحد بيقدم امكانيات بلد، وكل واحد له دور من الاول. انا دوري ان انا هخطط للمشروع، انا دوري ان انا هنفذ المشروع، انا دوري ان انا هراقب المشروع، انا دوري الى اخره. مسؤوليات، مسؤوليات محدده. طب توثيق الاتفاقيات هل يكون مثلا من مجلس اداره المؤسستين او الرئيس، ولا في جهه عليا اعلى من هو في الغرب؟ مفيش جهه عليا هتيجي تتفق الا في موضوع اللي هو الاقراض والمايكرو فاينانس. لو انت عايز تدي لبعض الناس فلوس وعايز تضمن فلوس كلها، ممكن تدخل المحكمه المحليه او المحافظه اللي هو المحليات الى اخره. لكن الاتفاقات اللي ما بين الجامعات وبعضها وبعض هم اللي هو رؤساء مجالس الاداره والرؤساء المدراء التنفيذيين هم اللي بينضم وفق القانون بتاع البلد. ما هو الدور المنظمات الشرعية في هذا المجال؟ منظمات ايه؟ الشرعية. الشرعية؟ المنظمات الشرعية في العمل الإنساني. هو كل فصيل مجتمعي بيحاول يقدم خدمة. يعني بدأت المنظمات الدينية المختلفة بمختلف توجهاتها يكون لها دور. يعني المنظمات الإسلامية بعموميتها بدأوا في السبعينيات كنا من القوي خارج البلاد في المجتمع الدولي. في من ده يعني كان أغلبهم من أهل السنة. في حاليا دلوقتي مؤسسات هندوسية سيخية يهودية دخلوا في العمل إيه الإنساني اللي ليه صبغة صبغة يا رب صبغة دينية. لكن الأصل في الموضوع إنك لا تستعمل الدين لا تستعمل عمل إنساني كوسيلة لنشر الدين. يعني لو أنت بتتكلم عن المعايير الإنسانية اللي اتفق عليها العالم منذ قرابة قرن من الزمان واتحطت في الناس كلها مودي عليها المعايير الإنسانية اللي هم الحيادية، الشفافية، الشراكة، المساواة، عدم الانحياز، الثانية يا ربي هم حوالي 6 أو 7 العالمية. دي معناها ايه؟ معناها ان انا بشتغل مع الانسان في كل مكان، سواء كنت انا شيعي او سني او سلفي او درزي او يهودي او مسيحي او سيخي او هندوسي، بشتغل مع الانسان وفق المعايير الانسانيه اللي محطوطه واتفقت عليها ايه؟ منظومه الامم المتحده، منظومه السلام الاحمر الدولي وكل الدول العالم متفقه عليها. ده مش معنى كده ان مفيش خروقات بتحصل، في خروقات بتحصل. انا ممكن احاسب الخروقات دي لو انا عندي السلطه. فلذلك احنا في بعض المؤسسات عرضت العمل الانساني الاسلامي للمساءلات. وكذلك الموجات الثانيه، فلذلك كل هذه المذاهب الدينيه اصبح لها مؤسسات تستطيع انها تقوم بالدور. غالبا هي تحمل عملها الإنساني حتى يكون عندها الدعوة لنفس الديانة. يعني أنا أفتكر الوالدة الكبيرة كانت يعني أسمع في إريتريا كثير كانوا يتنصروا بسبب إنه هم بيدخلوا للمساعدات وللتعليم وهذا، في نفس الوقت كانوا بيدعوا للنصرانية. فحتى حصل إنه كانوا بيتنصروا خصوصا إذا كان عنده جهل في هذا. نتكلم بالنسبة يعني ممكن هما بيكون بمسمى إنه مساعدات إنسانية، لكن هما أكيد لهم توجه مقصده إنه مثلاً الشيعة التشيع، النصرانية التنصر، وهذه أكيد من أساسياتهم الأولية. ده مرفوض، أنا ضد تعدد المعايير العمل الإنساني. دكتور هو بس هما هل هذا أيوة. هذا توجه؟ ما أنت بالتالي بتقدر تحاسبهم بعد كده. لأنه هو مفروض. المفروض المؤسسات المانحه ما تعطيهمش فلوس. المؤسسات الدوليه المانحه ما تعطيهمش فلوس لانهم خالطوا الدين او خالطوا. يعني انا في رايي الشخصي ان اللي هو اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يجبر الانسان الضعيف
على تغيير دينه من أجل المساعدة وهو يرتكب جريمة ضد الإنسانية. هو مريض. لا لا عارفينها يعني معروفة ده رأيي الشخصي. وبعدك أنت عندك سلطة تنفذ، أنت عندك معايير إنسانية دولية بتحاول تنفذ هذه المعايير على هؤلاء الناس سواء كان عن طريق الصحافة أو عن طريق القانون اللي هي بتاع المنح اللي بتاخدها عندك أو عن طريق إن هو بيحصل بيؤدي هذا الأمر إلى صدمات. ده جزء من الأجزاء المهمة جدا في الصراعات اللي بتحصل في المناطق دي كلها اللي هو تغيير المذهب بالقوة أو تغيير الدين بالأكل إلى آخره إلى آخره. فدي بالتالي مرفوضة. فذا كتير جدا المؤسسات الأوروبية بتقول لك عندها مؤسسات لا دينية علمانية إنسانية. تفضل بقى كذا مؤسسة كده جزء منهم بيعمل الخطأ ده والجزء ده ما بيعملوش. لكن مش معنى كده مفيش تجاوزات. في تجاوزات. كلام الأخبار الصورة النمطية دكتور سألت كل العمل الإنساني اللي جاء من الغرب هو عمل تبشيري وإحنا وهي صورة نمطية عندنا احنا. هو حتى بيقول لك الإنسان بيحكم. الصورة بس واقع في جزء منها حصل جزء منها هو حقيقه موجود. هو الاصل في العمل ان هو عن طريق ارساليات اللي كان موجوده بتاع المسيحيه من زمان من 200 سنه موجود عن طريق المساعدات والتعليم. الارساليات اللي كان موجوده في الدول كان موجوده من زمان 300 400 سنه يعني 200 سنه الى اخره. اللي عايشين في افريقيا اللي عايشين كذا اللي عايشين في الصين اللي عايشين كذا ده بدا دلوقتي القانون الدولي الجديد الانسان الدولي الجديد غير المفهوم ده. بس مش هنا معلش مش هنا المفروض ان المؤسسات الاسلاميه في هذه الحاله المفروض هي اللي تكون تقوم بالدور هذا اللي تعمل الجهاد هو شوف انا هقول لك حاجه. انا عندي راي معين ان لا تدين لاي طرف. سيب الانسان ساعده وسيبه يختار الدين بتاعه من ناحيه السلوك ممكن هو دي فانت بقى ساعات تقول لا انت اصل كده يبقى انت دينك مش عارف ايه وكذا. اقول لك لا انا اول بتاع شغال ولا اول طب خلاص مش مشكله. اقول لك لا انا شايف ان في خلاص ما اسيب وقت لا هو ده وجهه نظري ده انا مؤمن بيها. ليه؟ لان انا شايف ان الخطر اللي جاي من عند حضرتك